السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس حمدي من Creative Group. في الفيديو ده هنتكلم ازاي نقدر نعمل Close Up في مشهد انتيريور بسيط جدا. اول حاجة هنعملها ان احنا هنظبط اليونتس في البروجكت بتاعتنا، ودي اول خطوة لازم تاخدها في كل بروجكت هتعمله. فبالتالي هبتدي ادخل على Customize، ومن Customize هبتدي اقول له Unit Setup، وانا بفضل دايما ان انا اشتغل بالمتر، فانا بالتالي هخليه مترك وهخليه Meters. بعد كده هدخل على السيستم يونت، هتأكد ان انا شغال بالانش، وهبتدي اقول له اوكي، وبعد كده هقول له اوكي مره تانية. هضغط الت دبليو عشان اكبر برسبكتيف فيو، وهبتدي اعمل بوكس باي ابعاد. ده طبعا هيمثل ابعاد الغرفه بتاعتي، يعني على سبيل المثال هقول له ان انا عايز الغرفه بتاعتي مثلا 5 × 5. طب بالنسبه للهايت، الهايت انا هخليه 0.1. طب اشمعنى 0.1؟ لان ده هيمثل الارضية بتاعت المشهد بتاعي، فبالتالي ارتفاعها مش هيفرق معايا قد ايه، لانه هو كده كده مش هيظهر معايا في المشهد. بعد ما هعمل البوكس بتاعي هضغط F4 عشان ابين الادجت فيسز. بعد كده هضغط عليه رايت كليك، وابتدي اقول له convert to editable body. هختار فيس او هضغط رقم 4 وامسك الفيس اللي من فوق ده، وابتدي اقول له اعمل لي للفيس ده انست. هضغط على انست كليك، وبعد كده احدد مقدار الانست اللي انا عايزه. برضو مش محتاج المقدار، او المقدار مش هيفرق معايا في اي حاجة، لان ده هتبقى الحوائط بتاعتي، والحوائط ما بتظهرش معايا في المشاهد الانتريور، فبالتالي هقوله صح. بعد كده حدد ارتفاع الحوائط دي، اقوله اكسترود، وهعمل ارتفاع الحيطة بتاعتي 2.7 او في الحدود دي. بعد كده هقوله صح. اشمعنى 2.7؟ لان على حسب الكود المصري في اغلب الحوائط بتاعتي او في اغلب المنازل عندي بيبقى ارتفاع الحوائط 3 متر، بنشيل منها 30 سنتي بتاعت البلاطة، فبالتالي ارتفاع الحيطة بتاعي بيبقى 2.7. بعد كده هفتح فتحة للشباك عن طريق ان انا امسك او اعمل select للإدجز، او اضغط رقم 2 عندي، وابتدي اعلم على المكان او اعلم على الإدجز اللي انا عايز افتح فيها الشباك. بالطريقة دي هبتدي اقول له اعمل لي كونكت. من المعروف ان الشباك بيتحدد بمحددين رأسيين، فبالتالي هقول له ان انا عايز 2 ايدجز بالطريقة دي، وهقول له صح. بعد كده همسك التو ايدجز دولت، وابتدي اقول له اعمل لي ليهم كونكت مرة تانية عشان احدد فتحة الشباك بتاعتي، وهقول له صح. بعد كده هبتدي اقول له امسك لي الفيس ده، لفلي من الناحية التانية، امسك لي الفيس ده، وابتدي اعمل الشباك نفسه، واقول له اعمل لي للشباك ده بريدج بالشكل. دلوقتي ممكن ابتدي امسك الشباك بتاعي وانقله في المكان اللي انا عايزه، يعني انا ممكن انقله دلوقتي جنب الحيطة بالطريقة دي. بعد كده هضغط T عشان اروح للتوب فيو، واقول له اعمل لي بوكس عشان اقفل بالبوكس بتاعي السقف. لو مضايقاك الخطوط المايلة تقدر تمسك الفيرتكس بتاعتك، تدخل على موديفاي، تمسك الفيرتكسيز بتاعتك تعلم عليها كلها، وتقول له اعمل لي سكيل للفيرتكسيز دي في اتجاه الاكس عشان تبتدي تبقى متوازية. طبعا هو برضو الشباك مش هيظهر معانا في الشوت، عشان كده الشباك مش هيفرق معانا في اي حاجة. هروح للتوب فيو، اقول له اعمل لي بوكس، هضغط على بوكس، هاجي امسك ارسم البوكس بتاعي، هلاقي ان انا مش قادر امسك الحواف بتاعتي اللي من فوق. عشان اقدر امسك الحواف بتاعتي هبتدي اقول له اضغط لي رايت كليك على التلاتة اللي جنبها مغناطيس، ودي بتعبر عن السناب. هنضغط عليها رايت كليك، وابتدي اقول له شغل لي السناب تو فيرتكس، واقفل لي السناب تو جريد. اشمعنى السناب تو فيرتكس؟ لان كل جزء من الحيطة دي بيبقى معرف عندي بفيرتكس، فبالتالي هقدر اعلم على الفيرتكس اللي من فوق دي كلها. بعد ما احدد النوع بتاعي هقفل الجريد والسناب سيتنج، وابتدي اضغط على التلاتة دي عشان افعل السناب الفعلي، او هضغط حرف الاس هو الشورت كات للتفعيل. ابتدي ارسم السقف بتاعي بالشكل ده، وبعد كده ابتدي اطلع بالارتفاع بتاعه. طبعا ارتفاع السقف مش هيفرق معايا مطلقا، لان انا عارف ان السقف بتاعي ده او ان السقف مش هيظهر معايا في المشهد، فبالتالي هعمل له اي ارتفاع بالشكل ده. وبكده هنبقى خلصنا عملية البيزك بلوكينج، او عملنا المشهد بتاعي من فوق. بعد كده كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هجهز شوية اعدادات للرندر.
هبتدي ادخل على ريندرنج، ومن ريندر هبتدي اقول له ريندر سيت اب، هيفتح لي اعدادات الريندر. انا دلوقتي عايز اعمل اعدادات تيست ريندر. تيست ريندر يعني ايه؟ يعني ريندر بكواليتي قليله شويه، لكن في نفس الوقت يديني نتيجه سريعه في الريندر. هسيب الاعدادات في الكومن زي ما هي، مش هغير فيها اي حاجه. بعد كده هبتدي ادخل على في ري، هتاكد ان التايب بتاعي في الايمج سامبلر النوع بتاعي وباكت. بعد كده في المينيموم سب ديفز هسيبه 1، في الماكس سب ديف هسيبه 4. بعد كده هدخل على الجي اي، ومن الجي اي بتاعي في البرايمري انجن هخليه ايريديانس ماب، السكندري انجن هخليه لايت كاش. هبتدي ادخل على السيتنج بتاعه الايريديانس ماب واقول له خليه لي فيري لو او اقل امكانيات، وممكن دلوقتي اقول له في اللايت كاش خليه لي السب ديفز بتاعتي 500. وبكده احنا عملنا اعدادات ريندر ضعيفة. اعدادات الريندر الضعيفة دي زي ما اتفقنا ان هي هتخلينا الريندر بتاعنا سريع، وفي نفس الوقت بتعمل لي فيجواليز او اظهار للريندر بتاعي. بعد كده هقفل الريندر سيتنج، هبتدي امسك كل الحاجات اللي عندي في المشهد واديها ماتيريال فيري. فبالتالي هضغط حرف الام بعد ما اعمل سيلكت على الاوبجكتس بتاعتي كلها، وابتدي اختار ماتيريال لونها جراي زي الماتيريال دي على سبيل المثال، وابتدي اقول له assign material to selection. بعد كده ابتدي اجهز الكاميرا بتاعتي، يعني انا هضغط F3 عشان اشوف الفيو بورت بتاعي، وعشان اقدر احدد مكان الكاميرا بتاعتي هبتدي اقول له كرييت، ومن كرييت دخلني على كاميراز، ومن كاميراز هقول له فيزيكال. انا عارف ان اللقطه بتاعتي هتبقى كلوز اب، فبالتالي هبتدي احط الكاميرا في المنطقه دي او بالمنظر ده على سبيل المثال. هضغط سي عشان ادخل جوه الكادر بتاع الكاميرا، واضغط شيفت اف عشان يوريني السيف فريم او الكادر اللي هيترندر، طبعا اضغط F3 عشان ابقى شايف انا بعمل ايه. ودلوقتي ممكن نبتدي نعمل اعدادات بسيطه للاضاءه. قبل ما نعمل اعدادات البسيطه للاضاءه هبتدي انزل لتحت شويه في اعدادات الكاميرا عندي، وادخل على البرسبكتيف كنترول، وابتدي اقول له اوتو فيرتيكال تلت عشان يظبط لي الخطوط المايله بالشكل ده. وطبعا منساش ان انا بستخدم 3D Studio Max 2018، فبالتالي هضغط 8 عشان ادخل على Environment and Effects، وابتدي اقول له في الاكسبوجر كنترول انا عايز استخدم الاكسبوجر كنترول بتاع الفيري، فبالتالي هضغط عليه كليك وابتدي اختار من هنا V-Ray اكسبوجر كنترول. بالشكل ده هقدر ابتدي اقول له ابتدي عملية الريندر عندي. زي ما احنا شايفين المشهد بتاعنا طلع مظلم بالكامل او مظلم بالكامل. اول اضاءة هحطها عندي في المشهد هي اضاءة الشمس. هقول لكم على تركاية كده بسيطة ممكن يكون بعض الناس بتستخدمها، هو ان انا هبتدي احط اضاءة الشمس بتاعتي، طبعا هقول له كرييت، ومن كرييت لايت اختار فيري، وابتدي اقول له صن، احط الشمس بتاعتي واقول له نزل لي الانفايرومنت ماب واقول له يس. ممكن كمان ارفع الشمس مؤقتا لفوق كده شويه، وابتدي اقول له اعمل لي ريندر للمشهد. دي كانت نتيجه الريندر بتاعي. بس انا زي ما احنا شايفين او زي ما شفنا في الصوره بتاعت الريندر، انا مش عايز المشهد بتاعي يبقى فيه اضاءه صريحه، فبالتالي هقول له اقفل لي الريندر، روح للتوب فيو، امسك لي الشمس واعمل لها ديليت. طب ايه الفكرة؟ ايه الفكرة ان انا بعد ما انزل الشمس اعمل لها ديليت؟ انا وفرت على نفس خطوة، فبدل ما قلت له اعمل لي في ري سكاي، او بدل ما قلت له اعمل لي السما لوحدها، لا ده انا قلت له كمان اعمل لي الشمس بعد كده اعمل لي السما. فبالتالي لما مسحت الشمس، الشمس بس هي اللي اتمسحت، ففضلت الاضاءة بتاعتي موجودة زي ما هي، او اضاءة السما بتاعتي موجودة زي ما هي، لكن الاضاءة المباشرة اللي كانت جايالي من الشمس ابتدت تختفي. انا شايف ان المشهد مظلم شوية، فبالتالي هبتدي اقول له اضغط 8 واديني للانفايرومنت كنترول، وفي الاف نمبر عندي هقول له مثلا خلي لي الاف نمبر بتاعي 2 على سبيل المثال. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا في الكاميرا 3 حاجات متحكمين في الاضاءة، اولهم الشاتر سبيد، ثانيهم الاف نمبر والايزو. الاف نمبر والشاتر سبيد شغالين بطريقه عكسيه، يعني كل ما يقل الرقم اللي مكتوب فيهم كل ما الاضاءه تزيد. الايزو شغال بطريقه طرديه، يعني كل ما يزيد الرقم كل ما الاضاءه تزيد. طبعا الشرح بتاعهم او التفاصيل بتاعتهم موجوده بالكامل على القناه عندنا على اليوتيوب، ده يا دوب كان هنت بسيط عنهم.
تعال نعمل الريندر دلوقتي عشان نشوف نتيجة الريندر بتاعنا. اعتقد ان الريندر بتاعي ابتدى يبقى فاتح، لو انت شايف ان هو محتاج انه ينور شوية او يضلم شوية، دي بيرسونال بريفرنس او على حسب انت شايف عايز تعمل ايه. تقدر تتحكم في الاضاءة زي ما اتفقنا من الاف نمبر او من الشاتر سبيد او الايسو. دلوقتي اللي انا هعمله ان انا هبتدي ارص البلوكات بتاعتي. موضوع رص البلوكات ده او موضوع البلوكات ده حاجة بسيطة جدا. كل اللي انت هتعمله ان انا هدخل كده على 3D Sky وهتبتدي تعمل عليه ريجستريشن. اعتقد ان طريقة الريجستريشن بتاعته بسيطة. هبتدي ادخل على تيبل، اضغط عليها كليك، ومن تيبل هبتدي اقول له اضغط لي على كلمة فري وادور على الترابيزة بتاعتي. طبعا المفروض ان انا عارف مكانها او مجهز مكانها عشان ما اضيع لكمش وقت. ادي الترابيزة بتاعتي او ادي الترابيزة اللي انا كنت مستخدمها. هبتدي اضغط عليها كليك وابتدي اقول له اعمل لي للترابيزة دي داونلود. هضغط على الترابيزة كليك، هلاقيه ابتدى يعمل لي داونلود للترابيزة كده من تحت. طبعا بعد ما الداونلود بتاعي ما يخلص هضغط عليه رايت كليك واقول له شو ان فولدر. هيفتح لي الفولدر اللي فيه البلوكات بتاعتي وابتدي افك الضغط بتاع البلوكات دي. اضغط على اكستراكت، ادي البلوكات بتاعتي. هبتدي انزل البلوكات دي ازاي، او تعالوا نشوف البلوكات دي فيها ايه. زي ما احنا شايفين هنلاقي صور للبلوكاية نفسها، هنلاقي فايل اسمه تكستشر. طب هنزل البلوكاية دي ازاي؟ بطريقة بسيطة جدا. كل اللي هتعمله ان انت هتفتح الماكس عندك. انا ممكن اقفل الريندر كده بشكل مؤقت واروح للبرسبكتيف فيو. كل اللي هعمله ان انا هبتدي اسحب البلوكاية بتاعت الماكس، اضغط عليها كليك، اسحبها، ارميها هنا في الماكس، وابتدي اقول له اعمل لي ميرج للفايل. هستنى يخلص عملية الميرج. بيقول لي هنا ان في ابسوليت فايل. هبتدي اقول له دونت ديسبلاي ذس مسج واقول له اوكي. هلاقي ان البلوك بتاعي ابتدى ينزل في المشهد. بمجرد ما هنزل البلوك بتاعي في المشهد هبتدي اقول له اعمل لي البلوك ده جروب. عملت له جروب ليه؟ لان انا عارف ان اللي عامل البلوك ده شخص زيه، فانا بفضل اريح نفسي. ممكن يكون هو عامل البلوك ده على عدة اجزاء، فبحاول اخليه جروب من اول ما ينزل. بعد كده هروح لحاجة زي الفرونت فيو، اتأكد ان البلوك بتاعي نازل على الارضية، انقله في المكان اللي انا عايزه بالشكل ده. طبعا لو انت شايف ان هو كبير حبتين او انت شايف انك محتاج تغير حجمه، ودي برضو ممكن تغيرها براحتك، مفيش منها اي مشكلة. تعال نقول له اعمل لنا عملية الريندر. زي ما احنا شايفين البلوك بتاعنا نزل، لكن المشكلة ان هو مش نازل زي اللي في الصورة بالظبط، لا ده نازل من غير خامات. هقدر اعالج الخامات دي ازاي؟ هلاقي ان عندي في البلوك فايل كده اسمه textures. همسك الفايل اللي اسمه textures، هاخد الامتداد بتاعه ده كوبي بالشكل ده، بعد كده ارجع للماكس مرة تانية وابتدي اضغط shift t عشان يفتح لي حاجة اسمها asset tracking. لما اضغط شيفت تي هعمل لها ريفرش، هلاقي انها بيقول لي ان عندك صوره او تكستشر، التكستشر دي هو مش لاقيها او ان هي ميسنج، فانت لازم تعرفه التكستشر دي مكانها فين. فبالتالي انا واخد الامتداد بتاعها كوبي، هضغط عليها رايت كليك وابتدي اقول له سيت باس، وفي السيت باس هبتدي احط الباس بتاعي واقول له كنترول في او بيست للباس بتاعي واقول له اوكي. دلوقتي هلاقي ان النتيجه بتاعتي ابتدت تظهر، فبالتالي هقفل السيت واقول له رينتر. وبكده النتيجة بتاعت البلوك بتاعي او النتيجة بتاعت الريندر بتاعي ابتدت تظهر في المشهد. طب بعد كده هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ادور على بلوك للكرسي. زي ما احنا عارفين تقدر تنزل البلوك اللي انت شايفه مناسب. انا هاخد بلوك زي بلوك الكرسي ده وهبتدي اقول له اعمل لي داونلود للمشهد. هضغط كليك على داونلود وهبتدي استناه يخلص داونلود من تحت. بمجرد ما الداونلود بتاعي هيخلص هبتدي اضغط عليه رايت كليك واقول له شو ان فولدر، رايت كليك، اكستراكت للفايل ده، وهبتدي اقول له واحد او افتح لي الفايل ده بنفس الطريقه بنفس الفكره بالظبط. هبتدي اخد فايل الماكس ارميه عندي في البروجكت وابتدي اقول له ميرج فايل، استنى البروجكت او الفايل بتاعي يعمل لود بالشكل ده، وبعد كده هبتدي اقول له اعمل لي ليه جروب.
واقول له اوكي. طبعا نقفل الريندر لغايه ما اظبط الكرسي بتاعي. زي ما هو واضح ان الكرسي بتاعي حجمه صغير جدا، وفي زي كورتين كده او في حاجه نازله معاه وات ايفر. هبتدي اقول له اعمل لي الجروب ده اوبن، امسك لي الكورتين دولت بالشكل ده واعمل لي ليهم ديليت. انا مش محتاج الكورتين دولت، انا محتاج الكرسي بس. وبعد كده هبتدي اقول له امسك لي الكرسي مره تانية وخليه لي كلوز. ممكن دلوقتي ابتدي اظبط السكيل بتاع الكرسي عشان يتناسب مع حجم الكرسي او مع حجم الترابيزه. هبتدي اقول له اعمل لي سكيل او في الحقيقه اول كده هبتدي اقول له لفه لي زي نص لفه. بعد كده هبتدي اقول له اعمل لي سكيل للكرسي ده بالطريقه دي. ممكن اضغط F3 عشان تبقى برضو النتيجه اوضح بالشكل ده. ممكن ابتدي اقول له اعمل لي ريندر عشان اشوف نتيجة الريندر بتاعي. قد يكون الكادر مش مظبوط شوية، ممكن ابتدي اظبط الكادر بتاعي على حسب ما انا شايف، او على حسب ما انا شايف الكادر كويس ولا لا. اعتقد ان النتيجة دي معقولة. نقول له اعمل لنا ريندر مرة تانية. بالشكل ده برضو زي ما احنا شايفين الكرسي بتاعنا نزل بس من غير ماتيريال. هبتدي اقول له وريني الفايل بتاع الماتيريال. هبتدي اقول له مات لبس او افتح لي الفايل اللي اسمه مابس فيه الصور بتاعتي كلها. هبتدي اخد الامتداد ده كنترول سي كوبي نفس الطريقه بالظبط. هضغط شيفت تي عشان يفتح لي الاسك تراكنج. اقول له ريفرش، هيقول لي ان في فايلات ميسنج. اعلم على الفايلات الميسنج كلها، رايت كليك واقول له سيت باس. ابتدي احط الامتداد بتاعي هنا كنترول في واقول له اوكي بالشكل ده. بعد كده هبتدي اقول له اعمل لي ريندر. هتبتدي نتيجة الريندر بتاعي تظهر في المشهد. طبعا انت ممكن تخلي الموضوع فيك شوية، او ممكن تخلي الكادر فيك شوية. انا مثلا على سبيل المثال هبتدي اقول له لا ده انا عايز اكبر الكرسي شوية بالشكل ده، وابتدي اقول له رجع لي الكادر لورا كده سنة بسيطة. بالطريقة دي مش فارق معايا لو الكرسي طلع من المشهد اصلا. وهبتدي اقول له اعمل لي عملية الريندر. بالشكل ده ممكن تمسك الاوبجكتس كلها، لان انا شايف ان الاوبجكتس بتاعتي قريبة من الحيطة، فانا همسك كل الاوبجكتس اللي عندي في المشهد ارجعها بالشكل ده. بعد كده هبتدي اقول له اعمل لي عملية الريندر مرة تانية. ودي كانت نتيجة الريندر بتاعي حتى الان. تعالوا نقول له عملناه برضو ريندر مرة اخيرة. بس انا شايف ان الاضاءة بتاعتي مش مريحاني، وممكن كمان ارفع الكادر بتاعي. يعني اقول له ان انا عايز اشوف الكادر بتاعي كده او بالشكل ده. انا حاسس ان الاضاءة بتاعتي مش مريحاني او مش عجباني. هحل مشكلة الاضاءة دي ازاي؟ بطريقة بسيطة جدا. المفروض ان المشهد بتاعك يبقى فيه تلات انواع من الاضاءة. اول حاجه اسمها الدايركت لايت او الاضاءه المباشره، حاجه اسمها الفيل لايت او اضاءه بتملى المشهد، حاجه اسمها ريم لايت دي بتبقى اضاءه خلفيه في المشهد. مش هتكلم عن الريم لايت كتير، احنا حتى الان حطينا الدايركت لايت بتاعتنا. دلوقتي احنا عايزين اضاءه تغير لنا المود بتاع المشهد، فبالتالي هستخدم حاجه زي السفير. هبتدي اقول له كرييت، من كرييت هدخل على لايتس من لايتس في ري، في ري لايت مره تانية، وابتدي اقول له سفير. حط السفير بتاعتي دي في اي حته بالشكل ده. وبعد كده هبتدي اقول له ان انا عايز المود بتاعي في السفير تمبريتشر، وخلي التمبريتشر بتاعتي 4000 عشان تديني الاضاءه الصفراء، واقول له اعمل لي رندر.
وبكده دي كانت نتيجة الرندر بتاعي. اعتقد ان الاضاءة الصفرة دي خلت المشهد بتاعي انترستنج شوية. ممكن كمان نظبط الكادر ونقول له ريندر مرة كمان. خلت المشهد بتاعي انترستنج ازاي؟ بدل ما كان عندي اضاءة صريحة بلون السماء، لأ ده انا بقى عندي نوعين من الاضاءة. حلو، طب بعد كده هعمل ايه؟ هبتدي اجيب بلوكاية كمان. تعالوا نفتح 3D سكاي مع بعض، نعمل عليها سيرش. انا عارف ان انا هحط كوتشي او جزمة، فبالتالي هدخل اقول له ان انا عايز شوز، كلوذز اند شوز. ابتدي اقول له فري، ادور على بلوكاية الجزمة بتاعتي. من حسن حظنا ان هي موجودة اهي قدامنا. هبتدي اقول له اعمل لي ليها داونلود، وطبعا استنى الداونلود بتاعي يخلص. احنا ممكن لغاية ما الداونلود ما يخلص نبتدي نعمل شوية تغيرات في المشهد. انا بفضل ان دايما المشهد بتاعي يبقى فيه وزرة من ورا. هبتدي برضو اعمل الوزرة بتاعتي، هعمل الوزرة دي بطريقة بسيطة جدا. هبتدي اقول له اعمل لي بوكس زي البوكس ده. انا ما بحبش اركز في التفاصيل، فبالتالي هرفع الوزرة يدوب سنة. هيجي واحد يقول لي طب انت نص الوزرة تحت، ما هو كده كده ده مش ظاهر معايا، فبالتالي هسيبها زي ما هي. هضغط ام عشان افتح الماتيريال اديتور واديها ماتيريال لونها مختلف شوية، وبعد كده اقول له اعمل لي ريندر مرة تاني. يعني اعتقد ان الوزرة بتاعتي ضافت تفصيلة بسيطة في الريندر. هبتدي اقول له انا عايز اضيف البلوكاية بتاعت الجزمة بالشكل ده. رايت كليك اكستراكت، افك طبعا الضغط. نفس الطريقة او نفس الفكرة، هبتدي اخد فايل الماكس اسحبه ارميه عندي على الماكس ميرج. طبعا اهي البلوكاية بتاعتي نزلت زي ما اتفقنا. انا بحب دايما اعمل لها جروب بالشكل ده. بعد كده اظبط البلوكاية بتاعتي في الكادر. ممكن بشكل مؤقت اعمل لها اوبن او اعمل اوبن للجروب ده. طبعا انت هتظبط، مش لازم تحط البلوكاية بتاعتك في نفس المكان اللي انا حاطط فيه البلوك بتاعي. انت بتحط الكادر، وفعلا انت مش لازم تعمل نفس المشهد اللي انا بعمله. انا يدوب ده مشهد تعريفي. بالشكل ده يعني انا بحاول اخلي الموضوع انترستنج شوية. ممكن كمان امسك البلوك بالكامل اقول له دلوقتي كلوز واصغر لو انت شايف ان السكيل بتاعه مش مظبوط. طبعا انا مش شغال اب تو سكيل، المفروض انت تشتغل اب تو سكيل. بالشكل ده، وابتدي اقول له اعمل لي عملية الريندر. ممكن ارجع الجزمة دي لورا شوية. ابتدي اقول له رجع لي الكوب كلوز واديني الحاجة زي الفرونت فيو. اتأكد ان الجزمة فعلا على الارض بالشكل ده. ممكن يكون جزء من الجزمة دي نازل، فبالتالي اقول له اوبن. امسك هالي اروح للفرونت فيو مرة تانية ارفعها شوية كده. بعد كده اقول له اعمل لي عملية الريندر. ممكن دلوقتي ابتدي اعمل زوم ان في المشهد شوية، او ممكن اخد الجزمة دي نفسها اقربها بالشكل ده واقول له ابتدي اعمل لي عملية الريندر مرة تانية. انا بحاول اتأكد ان انا واخد احسن كادر. بالشكل ده، ودي كانت النتيجة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين برضو محتاجين نعرف الماتيريال بتاعتنا، فكل اللي هعمله دلوقتي نفس الطريقة نفس الفكرة. هتلاقونا بنكرر نفس الخطوات. هدخل على ماتيريال اخد الامتداد بتاعها كنترول سي، اضغط شيفت تي عندي في الماكس يفتح لي حاجة اسمها اسيت تراكنج واقول له ريفرش. اخد كل الفايلات الميسنج اللي عندي بالشكل ده. رايت كليك سيت بوس
احط الباص بتاعي اوكي. دلوقتي اقول له اعمل لي عملية الريندر. بالشكل اعتقد ان النتيجة بتاعتنا مرضية. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا محتاج ادي ماتيريال للارضية واعمل شوية ديبس اوف فيلد. تعال نبتدي بالماتيريال بتاع الارضية، وتعالوا نتكلم على الماتيريالات بشكل سريع. اي فيري ماتيريال بيبقى فيها اربع حاجات مهمة او اربع حاجات اساسية، هي الديفيوز والريفلكت والريفراكت والبمب. الديفيوز بيعبر عن اللون الخارجي للخامة، اما الريفلكت فبيعبر عن الانعكاسات، اما الريفراكت فبيعبر عن الشفافية، اما البمب فبيعبر عن البارز والغطس. وطبعا الارضية بتاعتنا مش هنعمل فيها شفافية، فبالتالي احنا الماتيريال اللي احنا هنعملها دلوقتي هتتعرف في ثلاث حاجات، بالديفيوز بالريفلكت بالبمب. حلو، طب تعالوا نشوف الفايلات اللي احنا هنستخدمها في الماتيريال بتاعتنا. طيب ده شكل الفايل اللي احنا هنستخدمه مع بعض، او دي شكل الماتيريال اللي احنا هنستخدمها مع بعض. وزي ما اتفقنا احنا هنعرفها بثلاث اشياء، الديفيوز، وزي ما احنا شايفين مكتوب وود 17 اندرسكور دي بتعبر عن الديفيوز. بعد كده عندي وود 17 اندرسكور ار بتعبر عن الريفليكشن، وود 17 اندرسكور بي وهو بيعبر عن البمب. يعني انا مطلوب مني ان انا ابتدي اضيف التلات صور دولت في الديفيوز وفي الريفليكشن وفي البمب. تعال نمسك اي فيري ماتيريال بالشكل ده، نطلع كده لفوق شويه، هلاقي عندي هنا حاجه اسمها ديفيوز، هضغط على المربع اللي جنب اللون كليك، وابتدي اقول له ان انا عايز ادخل صوره يعني بيت ماب، فبالتالي هكتب هنا بي اي تي او اللي هو بيت ماب، اضغط دبل كليك وابتدي اشوف الامتداد بتاع الفايل. وزي ما احنا متعودين اللينك او الفايل اللي انا مستخدمه هو بالظبط هتلاقيه موجود في اليوتيوب ديسكريبشن، تقدر تنزله عشان تشتغل عليه. ابتدي اخد الامتداد ده كوبي، انزل الامتداد ده هنا، وابتدي اقول له ان انا عايز صوره الديفيوز كليك بالشكل ده. لو مسكت الماتيريال بتاعتك وكبرتها هتبتدي تلاحظ ان اللون الخارجي للماتيريال بتاعتك ابتدى يبان. وتعال نقول له هنا كمان شو باك جراوند او ورينا الباك جراوند. حلو، انا بعد كده او دلوقتي محتاج ان انا اضيف الريفليكشن، هبتدي اقول له جو تو بيرنت، رجعني للبيرنت، ادي عندي ريفليكت، هضغط كليك على المربع وابتدي اقول له هنا بيت ماب، دبل كليك، اشوف وود اندرسكور 17 ار، وابتدي اقول له اوبن. هبتدي الاحظ ان ابتدى يظهر عندي شويه ريفليكشن بالشكل ده. جو تو بيرنت مره ثانيه، انزل لتحت للبمب، اضغط على كلمه نو ماب كليك، وابتدي اقول له بيت ماب بالشكل ده، دبل كليك على بيت ماب، وابتدي اقول له ضيف لي البمب. هبص على الماتيريال بتاعتي هلاقيه ابتدى يبان عندي البارز والغطس بالشكل. حلو، الخطوه الجايه او الخطوه اللي انا المفروض اعملها ان انا ابتدي اقول له انا عايز ادي الماتيريال دي للارضيه، فبالتالي كل اللي انا هعمله همسك الجزء بتاع الارضيه اللي انا عايز ادي له ماتيريال لوحده، اطلع لفوق كده شويه وابتدي اقول له اعمل لي ديتاتش او فصل، واقول له اوكي. همسك الجزء بتاع الارضيه اللي من تحت وابتدي اقول له assign material to selection، انا مش شايف اي حاجه، فبالتالي هقول له show shaded material in viewport، على اساس ان تظهر لي الماتيريال. تعال نقول له اعمل لنا ريندر عشان نشوف نتيجه الريندر اللي احنا وصلنا لها لغايه دلوقتي. وبكده دي كانت نتيجة الريندر بتاعي، مش حاسس ان هي مظبوطة، فبالتالي اول حاجة هعملها ان انا اظبط السكيل او الحجم بتاع الماتيريال. همسك الاوبجكت بتاعي، اروح لقائمة موديفاي، اقول له في اليو في دبليو ماب، او ضيف لي عليه يو في دبليو ماب بالشكل ده. هخلي اليو في دبليو ماب بتاعي بلانر او بوكس، ما اعتقدش ان هي هتفرق. البلانر او البوكس ده هيديك القدرة انك تقدر تعمل او تغير من السكيل بتاعت الماتيريال بتاعتك. انا بالتالي انا متعود ان انا احط يو في دبليو ماب على اي ماتيريال، فبالتالي هقول له دلوقتي اعمل لي ريندر نشوف. حلو، نبتدي دلوقتي نعالج شويه ديفوهات. دي هتبقى عباره عن ايه؟ اولا انا حاسس ان البامب عندي في المشهد
عالي جدا، او اولا انا حاسس ان النويز في المشهد او النقط البيضة اللي في المشهد دي كتيرة جدا. طبعا احنا ممكن نعالجها ان احنا نعلي الكواليتي بتاعت الريندر، لكن احنا عشان شغالين على V-Ray 3.6 هبتدي اقول له وديني للريندر سيت اب بالشكل ده، واقول له وديني على حاجة اسمها ريندر ايلمنت، واقول له اد، ومن الريندر ايلمنت هبتدي اضيف حاجة اسمها دي نويزر او V-Ray دي نويزر، واقول له اوكي. ودلوقتي هبتدي اقول له اعمل لي ريندر مرة تانية. المفروض النتيجة اللي انا متوقعها ان النويز بتاعتي هتبتدي تقل تدريجيا. تعالوا كده نشوف. طبعا هنستنى الدينويزر كمان يعمل حساباته، يعني اعتقد ان النويز بتاعتي ابتدت تقل. بس انا عندي شويه ديفوهات في الخشب بتاع الارضيه. تعال ناخد الجزء ده. طبعا علمت على ريجن ريندر وحددت جزئيه معينه عشان تترندر بدل ما رندر المشهد كله بالكامل. عندي مشكله صغيره. المشكله دي بتقول لي ايه؟ اولا ان البامب بتاعي او البارز والغاطس اعلى من اللازم، فبالتالي لازم اقول له جو تو بيرنت، هنزل لتحت شويه لغايه ما الاقي البامب. ممكن ابتدي اقلل البامب تدريجيا، بدل ما هو 30 مثلا اقول له خلي لي البامب 5. والعلم بالشيء البامب قيمه ما بين الزيرو والواحد، خليته زيرو هيبقى ما فيش بامب خالص، خليته 100 هيبقى البامب بتاعك عادي. اعتذر، هي قيمه ما بين الزيرو وال100. طب بعد ما خلينا البامب 5، تعال نقول له اعمل لنا ريندر للمنطقه دي ونشوف هل فعلا البامب بتاعي بقى افضل ولا لا. يعني اعتقد ان البامب دلوقتي او النتيجة بتاعت البامب بتاعتي افضل، لكن هتلاحظ ان الانعكاسات بتاعتك عالية جدا. هنبتدي نعالج الانعكاس ده ازاي. هتلاقي عندك هنا ريفلكت قيمة ما بين الزيرو والواحد، ممكن اخلي مثلا او الزيرو والمية، اخلي الريفلكت بتاعي بدل ما هو 100% خليه 50% وقول له اعمل رندر. اعتقد ان النتيجة بتاعتي ابتدت تبقى افضل. انا بس هغير حاجة صغيرة في الجلوسنس. الجلوسنس ده مسؤول، او الريفليكشن جلوسنس ده المسؤول عن صفاء الانعكاس. انا عايز الانعكاس بتاعي بما انه خشب ما يبقاش عامل زي المراية، يبقى فيه شوية نغمشة. الجلوسنس قيمة ما بين الزيرو والواحد، خليته وحش واحد هيبقى الريفليكشن بتاعك صافي، خليته زيرو او قللته عن الواحد هيبقى ابتدي يبقى فيه شويه نغمشه. فانا بالتالي هقول له خليهولي 0.9 واقول له اعمل لي عمليه الريندر مره تانية عشان نشوف النتيجه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. يعني اعتقد ان النتيجه بتاعتي مرضيه. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هقول له رندر لي المشهد بالكامل. بالشكل ده اعتقد ان النتيجة بتاعتي مرضية كويسة. محتاج ان انا دلوقتي اظبط الدبس اوف فيلد. طيب هنظبط الدبس اوف فيلد، او هو ايه الدبس اوف فيلد؟ الدبس اوف فيلد يعني يبقى تركيزي على حتة والمنطقة اللي ورا دي منغمشة. انا عايز اخلي تركيزي على الجزمة دي، واخلي المنطقة اللي ورا الجزمة دي منغمشة شوية. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ موضوع بسيط برضو جدا، انا طبعا مش هشرحه بالتفصيل، انا عامل فيديو في الكاميرا بيشرح الدبس اوف فيلد بالتفصيل، لكن الفيديو ده يدوب شرح بسيط. هبتدي اقول له امسك لي الكاميرا بتاعتي واقول له سيلكت كاميرا. في البارامترز بتاعت الكاميرا بتاعتي هبتدي انزل لتحت تدريجيا والاقي عندي حاجه هنا اسمها انيبل دبس اوف فيلد، اضغط عليها كليك بالشكل ده. بعد كده اروح لحاجه زي التوب فيو وابتدي اقول له امسك لي التارجت بتاع الكاميرا وانقلهولي على الجزمه بالشكل ده. وممكن دلوقتي ابتدي ارفعه لفوق كده شويه، او على طبعا ده على حسب الكادر اللي انت عايز تاخده بالشكل ده. انا طبعا بظبط الكادر بتاعي. دلوقتي هاجي ابتدي اقول له اعمل لي ريندر. حلو.
طبعا النتيجة بتاعت النغمشة بتاعتي او البلر بتاعي مش ظاهرة قوي، عشان كده انا مضطر ان انا اعالجها. هنعالجها برضو بطريقة بسيطة. انا بس في الاول هتأكد ان التارجت بتاعي موجه على الكاميرا، وهعمل زي او همسك الكاميرا كده مرة تانية، اقول له سيلكت كاميرا. هبتدي اقول له ان انا عندي حاجة اسمها لينس بريسنج. بص، لما تبتدي تغير اللينس بريسنج ده هيبتدي برضو يظبط لك الكادر بتاعك. وعندك حاجة اسمها فوكس ديستانس. الفوكس ديستانس ده بتقدر تظبطه مانوال. يعني ايه؟ يعني انا في الاول مسكت التارجت بتاعي وحددته على الجزمة. ممكن انت تعمل كاستم وتحدد الفوكس ديستانس بتاعك ده مانوال. طب ايه اللي هيبين البلور بتاعك؟ حاجة هنا اسمها ابرتشر. الابرتشر ده بيعمل لك ايه؟ كل ما يقل كل ما البلور بتاعك يبقى واضح اكتر. يعني انا على سبيل المثال هقول له خليه لي 2 مثلا، زي ما احنا ملاحظين شايفين المشهد بتاعي ابتدى يبقى نويزي كده شويه، واقول له اعمل لي عمليه الريندر. بالشكل ده ودي كانت نتيجة الريندر بتاعي. لو انت شايف ان المشهد بتاعك البلر عالي فيه حبتين، ممكن تقلله من الابرتشر. يعني انا ممكن اقول له انا شايف ان البلر عالي شوية، فهقول له روح للابرتشر زي ما اتفقنا ان هو ده كل ما يزيد كل ما البلر بتاعك بيقل، كل ما يقل كل ما البلر بتاعك ما يزيد. فانا هقول له بدل ما هو 2 خليه لي 4 بالشكل ده. هتلاقي ان المشهد حتى بتاعك بيابديت. تعال بس نعمل زوم ان شويه بالشكل ده، وابتدي اقول له اعمل لي عمليه الريندر مره تانية. بالشكل ده هتبتدي تحس ان النويز بتاعتك ابتدت تقل تدريجيا، وفعلا الفوكس بتاعك موجود على الجزمة او على الجزئية دي من الكادر. وبكده انت قدرت تعمل الفوكس بطريقة بسيطة جدا. طيب انا بكده هبقى خلصت كلامي. انت ايه المطلوب منك؟ مطلوب منك انك تعمل نفس المشهد ده وتنزلهن على الجروب. الجروب بتاعنا هو 3D Society CG. هتلاقي لينك الجروب موجود في الديسكريبشن. ما تنساش تعمل لي منشن عشان اقدر اشوف شغلك واقدر اقول لك اخطائك. طبعا انا كنت برندر لغاية دلوقتي بتست رندر او بتست كواليتي. انا هحتاجك انك ترندر بكواليتي اعلى من دي شوية، فبالتالي هقول له رندر لي او خش على رندرينج، والرندرينج خش على رندر سيتاب. هتبتدي على سبيل المثال تدخل على الكومن تعلي اللينس والويدز بتاعك. انا هقول لك يا سيدي خليه لي مثلا في حدود 1000. طبعا انا ضغطت على القفل اللي من تحت ده الاول، بعد كده هقول له مثلا خليه لي 1000. هتلاقي ان الهايت اتغير معاه لان انا ضغط على القفل. في الفيري هقول له المينيمم سب ديف خليه لي 1، الماكس سب ديف خليه لي مثلا 8. طبعا ده ميديوم كواليتي او مش ميديوم قوي كمان. هروح للنويز ثريشولد هقول له خليه لي 0.001. الجي اي بتاعي هخليه ريديانس ماب لايت كاش. هاجي في الكرنت بريست اقول له خليه لي ميديوم. في اللايت كاش هبتدي اقول له خليه لي 1000. بعد كده هتبتدي تعمل عمليه الرندر بتاعك. وطبعا انا مش هستنى الرندر بتاعي يخلص. انا طبعا عملت لكم الاعدادات، فانت ممكن تعملها بنفسك وتنزل لي الفايل على الجروب زي ما اتفقنا عشان اقدر اتابعك واتابع شغلك. اتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد ليكو. انا طبعا حبيت ان انا ابسط الموضوع على قد ما اقدر. كل حاجة اتكلمت عليها بالفيديو موجودة بالتفصيل على القناة بتاعتنا على اليوتيوب. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وشير عشان تقدر تفيد كل اصحابك، وعشان تقدر توصلك فيديوهاتنا بشكل مباشر وسريع.